اخوتي واخواتي في عالم الزراعه والنباتات المنزليه، اسعد الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركات. طبعا اليوم تاريخ 25/6/2022، طبعا زرنا سيد عبيس الحطاب. سيدنا السلام عليكم. السلام. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ مشتاقين لك، من زمان ما مسويين وياك لقاء. سيدنا طبعا اخوان الاعزاء، السلام مالتكم وصل من امريكا ومن الجزائر ومن مصر ومن المملكة العربية السعودية، وصل السيد عبيس الحطاب. سيدي هواي الناس تسلم عليك. الله يسلمك ويسلمهم. سيدنا اليوم نريد موضوع يختلف. اليوم احنا تقريبا بدينا بنص الصيف، نريد حار، نريد تحكي لنا على شلون واحد يحافظ على النباتات مالته، وشنو شلون يعني نتجنب موتها، وشنو اللي يموت النباتات؟ النبات يا سهواي ناس تصير عندها خسائر بالنباتات. ازيده يموت من الماء. ها سيد هنا بالفي على مدهنات تحكي لنا، توضح هاي النقطه سيد هنا عنها يمك ولا وصل زحمه. يعني تقول موت النباتات من الماء، يعني الناس عشانه ما تموت تذبل. او عبد الرحمن تذبل، عشانه تذبل الورق ماله. بس يظلون يسقون بيها، يسقون بيها يغق بيها سراويك الساكسات اثنين بعد ها بالبيت، ويوميه دورتك مي، يوميه دورتك مي. سيدنا احكي لنا منه وبعدين نكمل موضوعنا. احنا سوين هذا، احنا ما شاء الله هذا يمكن التين القبرصي. التين القبرصي ها خير وبركه. سيدنا هواي سالونا شو وقت يجهز هذا؟ يجهز بالتاسع. هاي هنا الحمل مالته قام يعين. لا قام يحمل هو. هاي بدات الورقه، كل ورقه وياها، كل ورقه جواها ابو عبد الرحمن. كل ورقه باوعني، كل ورقه جواها حمل تينا. ما شاء الله باعت عشوبه. يعني انت بهذا لو غيرك سيد كان باعوه من زمان. ما بيعه بس الباعه جولين من الصويره. قال لي متعلم من الصويره شو اسوي لك انت؟ والله يتاذن عندك. ايه يتاذى عندك. قال لي مروتك اعطيني اياها بعد ما اقدر. بعت له من عندك بس كبيع رسمي ان شاء الله راح يكون بشهر بشهر التاسع. التاسع ابو عبد الرحمن عشوبه. ابو عبد الرحمن هذا بالتاسع ياخذ ياكل منه. الحمل ماله ان شاء الله. اللهم صل على الحبيب. هذا الحمل ماله ياكل منه، ما عليه بالحكي. انا ليه يقول لي تين جاسم وتين السعوديه وتين هذا القبرصي؟ انا احنا ذكرنا اخوان الاعزاء بالنسبه للتين القبرصي ذكرت اكثر من مره. سالوني شنو ميزاته؟ ميزاته اولا الحمل خير من الله، والشغله الثانيه انه يستمر حتى بالشتاء يحمل ثمر. واحد ياكل منه شهر الواحد ياكل من عنده ثمر. بالشتاء يصير احلى من الصيف. بس سويناها هاي بالشمس المباشره. اي هذا هو سيدنا. هسه صار عندنا فكره عن التين القبرصي، نريد هنا نصائح مالتك بعد. احكي لنا عن هاي النباتات، شنو اللي يقاوم، شنو اللي ما يقاوم بيه، يعني اثبتت مقاومه بالنسبه لهاي هنا جهنمي. هذا نوع شجري. هذا الشجري الجهنمي بكل انواعه متحمل، ما عندنا اشكال فيه. هذا يمك هذا. هذا هو هذا شوف. اصلا ما يوري. واذا ما يعطش هم ما يوري. هنا نجي هنا المينا هسه هنا هم متحمله، شوف فيها الوان. هذا الشمس. المينا شوف. سيد هاي المينا قزميه يمكن. قزميه سوريه. هاي سوريه. جاوب دقيقه خاف. اتصال. سيدنا هنا شنو هذا؟ هذا هنا دم العاشق. هذا دم العاشق مال العراق. هذا شنو؟ زعرور. زعرور مال مداخل مال. هذا مداخل مال مداخل هم يتحمل. يتحمل وحمله. احسنت. رحمن هذا بعد. احسنت. سيد احكي لنا بعد هنا بالتسلسل خلي الناس تعرف. بالنسبة للورد الجوري اخوان الاعزاء، سيدنا بهذا الوقت شيء طبيعي انه تصفر الاوراق يصير بها. الجوري صار له اربع خمس سنين قام بصير تسلبوح ياكل حرف ماله. ها يعني تصير اصابات. اذا صارت اصابه بالجذور يعني المعنى مميته هاي. كمان ثاني جذور هسه ايه. تقول في سندانه يطلع لك سلبوح جوا. ها سلبوح ياكل حرف. هذا ورد الجمال. الجمالي. ورد الجمال اثبت تحمل شمس مباشره وموجوده الوان كثيره. طبعا هذا يمكن الفول قطمر. هذا الفول قطمر الابيض. وهذا شوف هذا